اشتهيت لكم مضروبة وضبطتها بطريقة جدا سهلة وبسيطة، وعليكم بالعافية ومطرح ما يسري يمري. عندنا هالصفرية الغاوية، سمن، بصل أحمر بني، ثوم وقرنين فلفل، فلفل ألوان جزر وبطاطس، قرفة، لومي، قرنفل، فلفل وهيل أسود مع ينسون نجمي، بهارات مشكلة وملح، عجون طماطم، كزبرة بقدونس، طماطم وأوراق الكاري، دياي، وأنا بستخدم الصدور، بنزل العيش، والماي لازم يرتفع عن العيش كذا، وبنغطي الصفرية على نار هادية لمدة نص ساعة. الحين بنركب الخلاط، أهم شيء يكون على نار أهدى من الهادي ونشغل. بسم الله. الحلو في هالجهاز إنكم تقدروا تتحكمون في السرعات، وفي زر أمان، ومن الدريشة تقدرون تشيكون على الطبخة. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا صفرية الأكلات الشعبية متوفرة عند الخنجر جاليري. الحين بنغطيها على نار أهدى من الهادية لمدة 15 دقيقة بس. وعلينا وعليكم بالعافية، لا تنسونا من اللايك والاشتراك والأشياء الحلوة اللي تسووها. الله يحفظكم.